الحمد لله الحمد لله أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية أفضل الخلق خير من قرأ وعلم والذي كان خلقه القرآن اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين أحضروا رضا الله عز وجل على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجورين فإن القرآن الكريم خير كتاب أنزل على أشرف رسول إلى خير أمة أخرجت للناس بأفضل الشرائع وأكملها وهو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام المتلو بالألسنة المحفوظ بالصدور المكتوب في المصاحف المنقول إليه بالتواتر والمتعبد بتلاوته قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أنزله الله تعالى ليكون جسر للأمة وهداية للخلق وليكون آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبرهانا ساطعا على نبوته ورسالته وحجة قاطعة إلى يوم الدين قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد القرآن الكريم كلام الله تكلم به ربنا حقيقة ولم ينزل الله من السماء أعظم ولا أجل من القرآن الكريم فالتمسك به هداية وتلاوته توفيق ورزق وقد أخبر الله عز وجل أن القرآن كما هو معظم في الأرض فهو معظم كذلك في السماء لا يمسه إلا المطهرون كان خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل بمعنى أي لو كانت القلوب طاهرة لظل الإنسان صباحه ومساءه يقرأ القرآن الكريم ويتدبره فآياته موعظة إلهية ربانية من قرأ آيات القرآن الكريم بتدبر زاده الله عز وجل إيمانا على إيمان فلن تسعنا هذه اللحظات السريعة الخاطفة والدقائق المحدودة على هذه العجالة للحديث عن فضل كلام الله عز وجل وأهمية حلة الذكر وما سنذكره هنا الآن مختصر جدا لفضل كلام الله عز وجل وبيان عظمته وأهمية حلة الذكر أولا لنعرف أن القرآن الكريم منهج رباني ارتضاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فقد نصت الآية بين العناية باللفظ والحفظ بقوله يتلو وبين تربية الناس عليه يزكيهم وبين تعليم أحكامه يعلمهم أي عملية تعليمية تعنى بحفظ الحروف دون تعليم الأحكام وتزكية النفوس عملية تعليمية ناقصة ولقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم ذلك حيث يقول الإمام المقري
أبو عبد الرحمن السلمي، وهو ممن عرض القرآن الكريم على ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. لعل ذلك هو المعلل لنزول القرآن الكريم مفرقا حسب الأحداث والمواقف والوقائع، ليكون مؤثرا على قلوب من يتلقونه ويسمعونه ويحفظونه، ويقع منها موقعا عميقا يغير من سلوكهم ويهذب نفوسهم. اعلموا يا أيها السادة الحضور أن الحلقات القرآنية من أقوى المحاضن في العملية التربوية، فيعد المحضن التربوي إحدى الركائز الأساسية في العمل التربوي، حيث الوسط الذي يتفاعل فيه التلميذ مع أقرانه ونظرائه ويتلقى فيه المفاهيم التربوية وتعالج فيه أخطاؤه وتصحح فيه انحرافاته، وهو البيئة التي يتمكن المربي فيها من غرس القيم والمفاهيم الصحيحة الراسخة. دعوني أنتقل بكم إلى منزلة الحلقات القرآنية، فللحلقات القرآنية منزلة رفيعة وفضائل عديدة منشأها القرآن الكريم. فأولا، إنها اجتماع على تلاوة كلام الله عز وجل ومدارسته، والتلاوة أفضل من الذكر، فهي إذن أعظم مجالس الذكر وأطيبها وأعلاها منزلة عند الله سبحانه، وهي موصوفة حديث في رياض الجنة، جاء حديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررت في رياض الجنة فارتعوا. وثانيا، حلق القرآن الكريم إنها محل تنزل السكينة وغشيان الرحمة واجتماع الملائكة، والسبب سبب ذكر الله في الملأ الأعلى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وحلق الذكر إنها لقاء بين خيرة عباد الله في أرضه. وحلق الذكر إنها تعاون على البر والتقوى امتثالا لأمره تعالى، وتعاون على البر والتقوى، ولا أبر ولا أتقى من تعلم كتاب الله وتعليمه. واعلموا أن حلق الذكر إنها مجال عظيم من مجالات التواصي بالحق والصبر للنجاة من الخسران يوم القيامة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحلق الذكر إنها اعتصام بحبل الله وتمسك بالجماعة وأمان من الفرقة. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحلق الذكر إنها محطات وتحصيل الثواب والتزود بالحسنات. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم اعلموا أيها السادة الحضور أن من فوائد حلقات القرآن الكريم أن فيها نجاة
من أليم المعاتبة لمن حجر القرآن يوم القيامة، وشديد الوعيد لمن كتم العلم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد ذكر ابن القيم في كتابه الفوائد أن هجر القرآن أنواع، وذكر منها هجر سماعه والإيمان صغار إليه، وكذلك هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. ثم اعلموا أن أهل القرآن هم أهل الله وخصته، وبه يرتقي المسلم درجة كما قيل في الحديث: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وإن قارئ القرآن الكريم مع سفرة الكرام البررة وهم الملائكة يوم القيامة. فقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله وصفوة الملك. ويا معلم القرآن، ها قد شققت طريق النور وسلكت درب الفلاح، فلتكن هذه المعالم يدفعك نحو غد صاعد، ويدفعك إلى الحرص على كتاب الله عز وجل. فأسأل الله لي وللجميع التوفيق والسداد، وأن يكلل جهودهم جميعا، وتقبلوا مني أطيب المنى ووافر الود والحب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.